ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أبو علي. الحسين له هسه ويانا حاضر لقعد هنا ويانا ولا ألقى قصيدة غزل. والله عمي الحسين شريف وحباب وحلو. رحم الله والديك. في هواك أجدت وأحسنت. السلام عليكم أيها الحبيبة الأماجد والعشاق الأصائل، وأنتم تضيئون أجمل يوم هو يوم الحب في مدينة الحب بقرب رجل الحب. ها أنتم تزجون العواطف بيضاء كنفوسكم النبيلة، ترتجل أرواحكم من صهوات رجولتها لتقف متلعثمة اللسان أمام عيون النجل وأمام أنفاس طهر. هي الحياة رجل وأنثى، هي الحياة ليل ونهار، هي الحياة وصل وهجران. أبعد الله الهجران عن هذه الوجوه الجميلة، وأبعد الله كل ما يسيء إلى تلك الأرواح التي تحملون. في عيد الحب نقرأ للوطن والسلام والحياة، نقرأ للحبيبة والحبيب، نقرأ لكل ما يجعلنا نتجدد أمام أنفسنا. لنا من الفن الشعر والقصة، ستكون قراءاتنا في هذه الأمسية لشعراء وقصاصين من مدينة النجف الأشرف إن شاء الله إن شاء الله. إذن نبدأ بالقصة وبالمبدع صاحب الروح الحرة العاشق إبراهيم الخفاجي. على المنصة السلام عليكم. وانت قلت لي قصة، قلت لي ودي هنا وحتى تعال هنا تعال هنا تعال هنا ابو تعال هنا. الورد الورد لمن؟ قصة قصيرة جدا بعنوان الورد لمن. غافلتني جفوني لترشف خمرة نعاسها مبكرا، لترحل بأشعاري بعيدا عن عيون الكبريت التي استهواها أرواء سنين الغسق المعتق. وفي سكرة نومي المقمطة بأسراب رؤياي المسكونة بصورة الفجر الذي ضمخ شفاهه بحمرة الشمس التي ستندلق من رحم شروقها الذي سيأتي على أجنحة الصبر، فتحت أبواب سمعي نداءات من فراشات الروح الحبلى بالأمل، فأسرعت بغرس شتلات ورد أهديت الأولى إلى سماء الجمال والثانية إلى الوطن والثالثة بالتأكيد إلى قلبي. ولما نهضت صباحا وجدت أمام مكتبتي
باقة ورد خط عليها عيد الحب. شكرا. لا أعرف كنهه، لكني متأكد من أنه سيتجلى كنقاء الصباح. لا أعرف كنهه لأني لم أرتدي ذلك التاج الجميل، إنه عشق العمائم مع السيد الشاعر ماجد الشرع، فليتفضل. وين ما يعجبك سيد، أنت وين ما يعجبك. مساء الورد والمحبة لكم أيها الأصدقاء، وعيد حب أبهى وأجمل لكم أيها الرائعون دائما. عندنا فتشي يرفع هاي فتشي، إذا عندنا فتشي عمو يرفع المايك. القصيدة نجمة الرافدين، مهداة إلى صديقتي المضيئة الشاعرة الكبيرة أمل الجبوري. نجمة الرافدين إلى الصديقة المضيئة الشاعرة الكبيرة أمل الجبوري. لفضاءات عينيها يبتهل الجل نار، لسطوع جنائنها يغني المدى، آمنت بك نهرا يضيء سفر المرايا ويرسم أبجديات النيلوفر. لأنثى الغيم أقود قرنفلة اللغات، أدحرج مدخنة التأريخ، أكتب ربيع موج يقيم بأحداق المستقبل. سكنت شرفات نبضي صلاة النبع الحقيقة، أمتشق المدى قنديلا للكلام المعراج الذي ذبلنا تحت عرائشه. أدل هدهد الإنشاد ليحضن سنبلة ناره القصية، ليتزوج بحيرات القلق في غابة الرموز. في غابة الرموز أنا الموج، تكتبني وردة المحو، تكتبني وردة المحو مايسترو مطر وجنون، تكتبني فنارات المستقبل هضبة للحب فيروزا يجول بين الأرض والسماء. نشرب حنان الأسوار، نشرب حنان الأسوار موشومين بنرد التيه، بسنبلة الأحلام، بأسئلة الفضاءات الطليقة بين حدقات الأيام، بين الياقوت وذاكرته الليلكية. من يحضن وهج الندى أن يميد بأهله متوجا بأشرعة المحال. تلتف الغربة على حنجرة السنابل، على نهد غيمة نشيد مدونة الجنون، قمرا رافدا في نافورة الوقت. يا ساطع الجرح، يا ساطع الجرح، يا شاهق الفجيعة، يا باسق الأحلام، يا أمير الأرجوان، أضمك بارق من حورية بمقام الجهات، لتكون كلمة فراديسها البهية هي ذي غزلان اللوتس. تأوي إلى غابات حيرتك الباسلة الأسرار، تشرب كونا من عشق عينيك أيتها الظلال الملتفة على أحلام النبع، في دالية الحنين، في هبوب العاصفة، في الغروب الأخير، في الهجرة إلى لاجهات، في تهجي دمعة البلاد. أستنفر أفعال الصحو، أدل النهار إلى صخرة في عيوني، قادم على لغة من العشب تفتتح الحصون. قلت يا أرض اشربي جمر الغصون، تلوح لي وردة المتنبي شمسا في الحنايا. كيف انبعثت من نومك السرمدي، كيف اغتسلت من أفق الرمادي ونار الوشايات ومخالب الحساد. آه يا صديقي عانق أغانيك فجروا صوتك الذهبي،
فانتفض الفرات وقامت قيامة الماء. وشكرا لكم لأن المصدر علمني وهو يرتدي ما ارتداه آبائي أن أضرب بعض وقاري باحثا باحثا عن أقدام أربعة نصفها لي وهي تمسح شوارع المدينة بالقبلات، إنه العاشق السيد وسام الياسري. مساءكم حب وزهور حمراء. أنا سأقرأ غزلاً وإن لامني بعض اللائمون. بعض اللائمين، بعض اللائمين، يا حلو مكان. بعض اللائمين، أردت أن أقول وإن لامني اللائمون فاستجد. أسرف البان اعتدالا ومشى تيها فغالا وتثنى إذ رآنا فعرفناه دلالا أسدل الفرع حجابا زاده الحجب جلالا واصطلينا بسهام أفتك النبل نصالا من قسي عاقدات عقدها أخزى الهلال وأسيل مثل خمر فاض من كأس فسال وأسيل مثل خمر فاض من كأس فسال تم بالحسن علوا فتباهى وتعالى وصغير دموي زاد بالصغر كمالا وكجيد الرئم صاف أخجل الرئم انتحالا وبأعلى الصدر راس وبأعلى الصدر راس أصغر الخلق جبالا ومضيق الخصر يحكي بين شط ومضيق الخصر يحكي بين شطريه انفصالا وحصيف الرتف عسفا جال بالثوب مجالا ومضيق الخصر يحكي بين شطريه انفصالا وحصيف الرتف عسفا جال بالثوب مجالا فيحار العقل فيه إذ يرى منه خبالا لم نطارحه حراما بل طلبناه حلالا واشتهيناه سميرا لنعاقره وصالا يا مليك الحسن رفقا قد فقدنا الاحتمال فرنا نحوي بطرف وهاب شريف اسكت وهاب خلينا نقرأ ايش قد تحشته يا مليك الحسن رفقا قد فقدنا الاحتمال فرنا نحوي بطرف صوب شيب يتلالى ففهمت القصد يعني لن تنل منا منالا وقصدت الصبر أبغي جمرة القلب ابتلالا فإذا القلب كزيت زاده الماء اشتعالا وإذا العقل ينادي كان ما تبغي محالا فتوقف عند هذا وابن ما شئت خيالا والسلام عليكم ورحمة الله. والمنصة الآن للقاص الأستاذ حميد الحريزي فليتفضل. أه
تحياتي. الهيام ما عدت أحتمل قرفك هذا، ما عدت أحتمل قرفك هذا، ما رأيتك تجلبين صحون الطعام إلا ودموعك جارية. أجابت بألم: ما ذنبي وأنت هائم في حب البصل؟ الصورة وسط نفايات التكبير الطائفي أضناء البحث ليجمع قصاصة صورة العريسين، بعد جهد جهيد اكتملت الصورة، سوى رأس العريس لم يعثر له على أثر. المقنع أمر بطرد متعففة تطلب معونة لأطفالها الجياع: لا تدعوها تدخل، إنها غير محجبة. أعوذ بالله من الشيطان. ضحكت عشيقته من وراء الباب قبل قليل، وبخها لأنها لم تخلع حجاب نهديها. قبل فيروزية استرقت السمع لحبيبه من وراء الباب: ما أجملك، ما أروعك يا أميرة الجمال. أمطرته بوابل من دموع وعتاب، ألبسها الهيدفون: أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بأ تسألي. تمايل طربا وأمطرته بوابل من قبل الاعتراف. شكرا جزيلا. حينما تمر أحاول أن أبدو كذكور الطواويس، لكنها وهي تغادرني بكفها الضوء أغلقت باب النساء مع العاشق الشاعر الأستاذ حسن الظالمي حبيبنا. كلها عشاق اليوم، ما بها مجال يعني، المعاشق لا يقوم يقرأ. عاشق لو معاشق. السلام عليكم أخوتي العاشقون الغيارة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل منا معشوقه. أحسنت. وأنا معشوقي الذي تسمعونه في القصيدة. أقول: عراق المجد والشهداء، فديت النفس والولدا، ففي ذراتك المعطار كحل يذهب الرمدا، وفي واديك أغنية أردد سجعها غردا، وأنسام الصباح شذا تزيح الهم والكمدا، وللنهرين أحلام وحب بات متقدا. عراق العز يا بلدي له في المكرمات ندى، وأمجاد له خطت بلوح المجد منفردا. لقد أسديت للدنيا ضياء ساطعا وهدى، ففي كوفان مدرسة أشادت للعلا عمدا، على أعواد منبرها سمى الإيمان معتقدا، وفكر من أبي حسن على في أفقنا رشدا، يفند كل واهمة ويترك أمرها بددا، وصوت السبط في وادي الطفوف بجمعهم رعدا، فأصبح منذ أن ضحى نشيدا للعلا وصدا، وأنوار لأهل البيت أسدت للفخار يدا، لهم في كل معضلة جواب يذهب الزبدا، أديم الأرض في وطني يلامس أعظم السعدا، طريق الحق غايتهم وفكر يصلح الأودا. أيا موعود يا وترا له كل النفوس فدا، لقد طال انتظار الروح من تهوى وقد بعدا، ألا فاسقي مرابعنا بغيث ينعش الخلدا، تنقل في عراق الخير واصلح منهما فسدا، لترفع راية التوحيد نورا
للورى وهدى، فنحن بشخصك الميمون نلقى الفارس النجدا. والسلام عليكم. ألا ما أقول أنه عاشق العاشق الشاعر. وابتسمت شمس الساعة العاشرة من عمر زهر الرمان المجروح، بعدما أمسكت الكف الضوئي بيدين عانقة ارتعاشة العصافير المبلولة، وهي تجلس في كرسي اعتراف الريح، ها أنا ذا من وجدي أصرخ اسكبي ماءك الطهر بين يدي، لأني سأولدك ابنا آخر يحمل سلالا من حب ينثرها في طرقات الأيائل. الآن القصيدة للشاعر وهاب شريف. مساءكم ورد، وأنا أراهن أن وهاب سيسكتنا بشاعريته. مساءكم ورد وفرح يا حلوين، وعليكم عيننا ربية. مع ما وهبتك من حناني أحتاج منك إلى ضماني، مع كل غيمات التي أمطرت أحلم بالأماني، من بعد أن وخز ابتسامتنا الأسى نهش الأماني، عند انسكاب الصبح تشعر قطتي باللا زماني، هذا لأنك يا لذيذي ذقت فقدك في هواني، يا رعشة النسمات في الإحساس في عطش الثواني، أستغفر الله ارتشفتك في الغروب مع الأغاني، حزنا شفيفا يانعا مع يا حريمة وشكلتاني شكلتاني حبك أنت، أستغفر الله أستغفر الله ارتشفتك في الغروب مع الأغاني، حزنا شفيفا يانعا مع يا حريمة وشكلتاني، في سيرة الصفصاف أنت سحابة من عنفواني، في قصة الأعشاب أنت معانق للسندياني، في محنة الأنهار أنت الأرض تشعر بالمكان، إني لا أشعر أنت وحدك وردة ملأت كياني، أنا شاعر من رقة الإحساس، أنا شاعر من رقة النعناع، من قلقي أعاني، أنا لست حلاقا أحلق في الرؤوس وفي البيان، أنا لا أدق الباب، إني لا أشعر أنت وحدك أحلق من التحليق. يا عيني ستعلمني، أنا أبو اللغة، أنا أبو اللغة يا عيني، راح أحلق عيني بيك. أنا شاعر من رقة النعناع من وجعي أعاني، فلقد وضعت مشاعري منذ الصبا في الإقحوان، وتركت خلفي صولجانا شاحبا من زعفراني، وأعود ثانية أحبك مثل إلهام أتاني، وأقول شكرا يا إلهي ما عصيت ولا عصاني. لا أعرف حرب المياه فوجهها المريمي أطيب من ماء الغدران، وعطرها القداح يغري مطر الرحمة بالهطول فأشعر بالبلل. القصة للعاشق الأستاذ فلاح العيساوي، فليتفضل. سلامنا حب، رسم قصة قصيرة جداً.
جلس أمامها، أمسكت فرشاتها بأناملها الناعمة، خلطت ألوان الطيف في السبعة، أخذت ترسم حبيبها والغرام يتناثر منها ندى أبيض، أتمت رسمه فأسرع رؤيتها بلهفة، شاهد ملاكا أبيضا بجناحين ينزل من السماء الصافية، ضوء القمر، تحت ضوء القمر وهما يسيران في الشارع سرق لحظة من الرومانسية، جذب يدها برقة أنامله، يحدثها عن عشقه رغم طول السنين، ابتسامتها أنارت الطريق، أفلت يدها فجأة خوفا على مشاعر ذلك الشاب المقبل، حب. جلست أمامها أريد الإعراب عن حب العميق، نظرت لي بحب مع هالة مشعة من الحنان احتوتني، تنهدت كثيرا فقفز قلبي مسرعا إلى أحضانها الدافئة، قلت كم تحبيني يا روح قلبي، ابتسمت وقالت بكم سعر الطماطم اليوم؟ وشكرا. المنصة الآن للشاعر الأستاذ عبد الكاظم الحمداني، فليتفضل. ها ما هو؟ شكرا للأستاذ عبد الكاظم الحمداني. على عدم الحضور، على عدم الحضور. أحسن. صف قوله، صف قوله. حبها ولك حبها، حبها ولك حبها. أبو علي حبها ولك حبها. صورهم صورهم. إيه هنا يلا ذكر هذا حب أبو سميسم وردة. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. ونبارك لأبي علي وأم علي لإعلانهما الحب صراحة واحتفالهما بالعيد 25 اليوبيل الفضي، إن شاء الله حياة سعيدة. لمن ضرب كاريزما الشكل وجاءنا في بين هلالين نيو لوك عبد الهادي المظفر. السلام عليكم أحبتي. نيوتن كذاب كبير، أنا أشكك بالجاذبية ولا أؤمن بنيوتن، لأنني كلما نظرت إليك تنعدم الجاذبية تحت صنميك. أنا قلت الجاذبية مو لاحتفال هذا العام سيقدم سانتا كلوز لنا الحلوى هذا العام، عام من اللامعنى لامرأة
تتدثر وتدثر معها هاتفها وهي تبعث برسائلها الماجنة لمعشوقها. معشوقها الدافئ جدا، هل سيقدم خاتم زفاف لامرأة تجلس مع ذويها في رواق المحكمة محكمة جدا حين تطلب هاتف المحامي الوسيم؟ بينما خطيبها يطارد الريح لإتمام معاملة زواجهما واعدا إياها بغداء فاخر حد النذالة. حتى الوحوش تجيد فن القبل، هي تقول ادخر بضاعتك كلوز فلا سوق لك عندنا، ادخر هكذا علمنا أن نتقيأ اللعنات. عندما فرغت إليه لا يحق لك حتى تصور أضلاع غيري حين أكون ذابلا، بينما تكون أضلاعي مشغولة بلعنة أخرى. لا يحق لك أن تمدي يدك لأكثر من شبر إلى الأسفل. كانت كل ليلة تتذكر ليلة زفافها فتلعن البياض، كل ليلة تتذكر عن ترياته الجاهلية وهو يفتح الباب أين وزارة الأوقاف في دولتك أيها العربي غليظ الشارب، لإيقاف المد الأنثوي الهائج بلا هواده بينما آلتك الحربية صدأت منذ زمن بعيد بعيد. شكرا. أحسنت. يا من ترسلون رسائل الحب من الوسادة إلى الوسادة، هل تشعرون بأجسادنا قبل 20 عاما تكويها شمس انتظار اليوم الثالث لرؤيا الحبيبة؟ مع الشاعر الأمير قاسم الشمري، فليتفضل. بعد هسه عندنا شعراء حبيبي بقى. يا حبيبي يا أخوي اقرأ ما تيسر. السلام عليكم. السلام. هي ربة الشعر التي تتساءل هل أنت فرض والنساء نوافل، النون مجدبة وسطرك بيدر والشمس في معناك ضوء باطل. حياكم الله. وجدت وأحسنت. ولفارس القصة العاشق السيد أحمد الموسوي. نفسه. مساءكم حب وجمال وكل عشق وأنتم بخير. واعذروني سأنثر على مسامعكم 3 قصص قصيرة جدا. أمية، فجأة سيطرت عليها فكرة تعلم القراءة والكتابة، فمنذ أن سافر حبيبها إلى اليوم وهي تستعين بجارتها طالبة الإعدادية لقراءة رسائله. كانت الرسائل تأتي بمواعيد ثابتة مثل قطارات البلاد التي هاجر إليها ذات ليلة زرقاء، فأكلت في جوفها ليالي سنوات 4 بأيامها القاتمة. الهاجس الذي كان يدب بأذرع اخطبوط ضخم في رأسها ويفض مكامن الاستقرار فيه هو أن تكون جارتها ذات السبعة عشر ربيعا قد استمالت قلبه اللعوب من خلال الرسائل التي كانت تكتبها له ردا على رسائله، واحتمالات ما يمكنها أن تدسه من رحيق الأنوثة
بين سطورها، ولكنها بعد أن تخرجت من مركز محو الأمية بدرجة نجاح كاملة متقنة القراءة والكتابة جلست تنتظر رسائله التي لن تأتي أبدا، وبدت لها الأيام تلوك بعضها بعضا بأسنان من الحنظل، وهي لما تزل تفترش ذكرياتها في ساحة الدار كل مساء لتعيد قراءة رسائله القديمة، وتشحذ أملها الصدئ باحتمال هاتف يطرق بابها فجأة حاملا معه رسالة جديدة، ولكن من دون جدوى. الشيء الوحيد الذي كان يسليها باستمرار ويربط على كتف رجائها هو جلسات البكاء المشتركة التي كانت تقيمها مع جارتها أسن ولوعة على الحبيب المشترك. تجليات قلم، قلم رصاص، ولأنه لا يثق بخطاه حمل الممحات على ظهره قلم حبر. بينما كانت الأفكار تتطاعن في رأس الكاتب، كان قلمه ينزف الحروف فوق أديم الورق. قلم جاف لا يصلح إلا للكتابة، قلم ماجيك. السماء تحنو على قوس قزح، يد الطفل تمسك بالأحلام فيغرق الورق بالألوان. قلم شفاه، الحب مرسوما بلون الدم. تحب الشفاه؟ أنا أحب القلم. قلم شفاه، الحب مرسوما بلون الدم. قلم سري يسير على الرمال ولا يترك أثرا. سري. انتظار. بينما السماء ملبدة بالرحيل جلست على الطريق تشم في رسم أقدام العائدين على التراب رائحة مطره البعيد، وأخيرا عظة بعد أن أنهى عظته الأخلاقية وأتم خطبته وانفض الناس من حوله نزل عن المنبر ليرتقي صهوة شهوته الجامحة. شكرا جزيلا. حينما أراه أتذكر أقضية سليبة، لكنني أسعد وأنا أرى فاهم العيساوي سعيدا وعني بعيدا. يلا بروان. هل قاسم الله؟ بس يعني وخرت من 97 ظلت لا لا خد لي تنسيق لا خد لي يطع الفراش وسادتي ظمآنة لدموع عشق الساخنة أشتاق أفقد صحوتي كي يحلم الجسد المعنى كي يحلم الجسد المعنى في فتاة فاتنة تحن علي تضمني مثل ابنها متوجعا بين النهود الماجنة لا أصحو كما السكران من رشف الشفاه الماجنة تروي كما يروي الفرات نخيله وتنام في جسد العراق مواطنة. الله وقبالة محراب الحب تجلس ليلى تشرح لله غوايتها وتعدد أسماء الصرعى فردا فردا بالعينين هل كانوا ألفا يا ليلى أم ألفين إن جفت نهران العشق في وطني بين النهرين أسميت بلادي يا ليلى وطنا ما بين ال مع الشاعر الأنيق ضياء الخاقاني فليتفضل.
حبيبي ابو بدر تسلم على راسي. السلام عليكم احبتي في الله. ساقرا عليكم السلام ورحمه الله. اكو حب مول الله يعني. سأقرأ حبا، سأقرأ لبغداد حبا وانتماء، بل لبغداد انتمائي وامتدادي، مثل نهر لم أجد غير اتقادي، كلما أغرمت قلبي عدت طفلا عازما نحو اكتمالي واشتدادي. قال حظي أنت مسرور هنيئا حين أحببت جميلا في بلادي، قلت لما لم أجد ندا لحبي، لم أجد أغلى وأبهى في فؤادي، غير أثرى ذكريات في ضميري، غير بغداد امتلائي واعتيادي. لا أنا ألهو بليلى أو بدعد، لا ولا اعتدت غراما في سعادي، أنا لم ألق مريضا في عراقي، أنا قد لقيت النور، قد لقيت النور يسعى في الرمادي، أنا ألقى كل ليلى غير ليلى، وهي فيها النداءات تنادي، يا بلادي يا بلادي. أنا أصحو منذ جرح، لا أنا أكبو ولا يكبو جوادي، لا أنا أكبو ولا يكبو جوادي. بمشرط الجراحة يرسم زهور الحب، يلونها بدماء الذين يشافيهم الله على يديه. إنه الدكتور الشاعر العاشق عبد الإله الكعبي. وفاح أريج الشعر منك كأنني بغابة ورد كل أنفاسها عطر، كتبت على خديك أحلى قصيدة أنا كنت راويها وشاعرها الدهر، كأن على خديك حمرة مشرق، فقمت أنادي الناس أن طلع الفجر، فهبوا جميعا للصلاة، وعندما رأوك تنادوا كيف يفتتح الذكر. نسوا الصلاة وذني بيتين بعد الغيرات شويه ما محضرين زين. سكن النعاس جفونه فترنم، فدنوت منه مغازلا فاستسلم، ورأيت ثغره كافرا فدعوته فأجابني شوقا وتاب وأسلم. أحسنت. أسلمه صديقه، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أسلمه صديقه زمن عبد الزيد راية بيت السرد، مثلما أسلمه وجها أبيض وقلبا صافي يستقبل به القادمين إلى اتحاد أدباء النجف. إنه القاص علي العبودي. مساء الحب. بعد الأحداث الأخيرة من دمار وقتل وخوف، خرج المتنبي يهجو من دمر وقتل وأرعب، وعند أول نقطة تفتيش لاح له كافور. تقصيد. كاتب أعزل كوهاب شريف، نزل السوق ليشتري، سألته ماذا تفعل هنا؟ أتجول
لعلي أجد من يبيعني جمالا بالتقصيد. طفلي يصرخ أبي اشتري لي لونا أبيضا، أبي اشتري لي لونا أسودا، وأخرج من حقيبته لونا أخضر ورسم على ورق أبيض وطني بلا نجوم. صرخت الله أكبر. شكرا. أحسنت. المنصة الآن للشاعر محمد باقر جميل، فليتفضل. موفق حبيبي. طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرون عاما وعمري فيه ما فيه من المآسي وما في القلب أخفيه. أصبحت أشكو لمن لا جرح يؤلمه مثلي غباء وأرجو أن يداويه. فخاب ظني وقد أدركت أن له شأنا بلا أي شك كان يغنيه. فرحت أهرق في الأوراق من عمري أيامه وكذا أذروا لياليه. فينبت الشعر فيها وهو ذو ثمر دان لذي اللب في كفيه يلقيه. قلبي سوى أن أصوغ الشعر لا أمل فيما يكابد من وجد يسليه. وثوب حزني أمام الناس أخلعه وأكتم الحزن والعينان تبديه. لكنما الحزن مهما كان أمهله صبري عليه فهذا ليس يبقيه. إن كان وجدي عبوس الدهر يوقده فبسمة من شفاه الدهر تطفيه. وشكرا. القصيدة الآن للشاعر صادق الراضي، السلام عليكم. السلام. أول شيء أعرفكم من نفسي، اسمي صادق حسن، طالب مرحلة أولى كلية طب الكوفة. هذه القصيدة اكتبتها امتحان الكورس الأول فيزياء طبية، أذكر نقطة 18 سؤال الأول ذكرتني بفت حادثة، عفت الامتحان قعدت أكتب هذه القصيدة. سميتها أديسون. أقول سبحان من ألف الضدين فاجتمعا نارا وماء على الخدين من كمعا للماء يسعى لإطفاء اللهيب ولا ذاك اللهيب لحرق الوجنتين سعى. وقد علمت بأن النار فيه سرت لولا اللهيب بنار الحب ما لذعا ودونه ما نما خال على شفة ولا احترقنا بنار الأسمرين معا وفيه قد صبت الألحاظ دير هوى بها الجمال لسحر اللحظ قد ركعا وفيه ما لو ترى ما كنت تعقله ما لا خيال رأى أو ملهم سمع فيه الملاحة والإغناج والهيفان والهوى ما له السلطان قد خضع ويوسف لو رآها لاجتباها على عرش الجمال مليكا مالكا وسعى ولو أبولو رآها هام من وله ونصها ربة للحسن مذ صرعا ولو رآها أديسون لما صنعت يداه وابتدع المصباح واخترع وقال حسبي ضياء أنت مصدره من لام خدك يا وجه الضحى سطعا. أديسون ولو رأى
ولو رآها أديسون لما صنعت يداه وابتدع المصباح واخترع وقال حسبي ضياء أنت مصدره من لام خدك يا وجه الضحى سطع. ولو رأى سيف لحظيه ولو رأى سيف لحظيها المغول لما غزوا العراق وهولاكو لها خضع. ولو رأى سيف لحظيها المغول لما غزوا العراق وهولاكو لها خضع. ولو نيوتن قد وافته في زمن لصار يشكو لها بالحيرة الهلع. فكيف ذا الخصر موصول بنجدة رملة وخيط القوام الغض ما قطع. عذوبة عذوبة بضة لو مرة سألت من جلمد بعض ماء رقة نبع. فلا تلوم فؤاد الصب فلا تلوم فؤاد الصب إن به ما قد علمتم وللأحزان قد خشع. ظبي ولكن له الآراء خاضعة ما ظبية قبلها قد صادت السبعة. والسلام عليكم ورحمة الله. والقصيدة الآن لصديقي الحبيب حسين الرهيف. طلعوا نجلب وين أهنئكم سادة الأدباء الرجال وأهنئ السيدة الوحيدة الست ابتهال سميسم التي علمتني الرسم وأنا طفل. فكل عام وأنتم بخير وحب ووجد. سأرسم بكلماتي وجد وأضرحة وناي ينزف والبوح ضوء للإله وأرشف. حب وقافية تفوح وتقتفي ظلا تعبده الهوى يتصوف. ظل وورد كالنهاية عابق من لون طفل بالبراءة يوصف. تبيض 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 عين الأفق حين مغيبه وتروح في صدر السماء تكشف. يحمر خد مدينة من حبه وتراق جرفا بالعيون وتذرف. رجل أحب فلم يطق من صدها حتى تشبث بالعتاب ويهتف. سأظل تحفظني الدروب كرسمها وتظل من ماء كساري تغرف. أتركتني في البرد أحرس دمعتي ويداك تصدح بالشموس وتهتف. أنسيتني والذاريات تعاقبت كالمرهفات تحزني وتعنف. شفتاي تسكر بالسؤال شفتاي تسكر بالسؤال تحرقا ولا جواب من الإجابة أعرف. عتب كمصيدة تفاقم صيدها لكن أيدي الصائدين تكتف. السلام عليكم. جزاك الله أحسن. شاعر وابن شاعر. لطالما قلنا لأبيه أجدت وأحسنت فأعد وسنقول له تفضل إلى المنصة. حسن مرتضى فرج الله. حسن عبد مو كاتبينك مرتضى عبد المجيد. ما نعتقدت الاسم مركب يعني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بكل مرارة الأحزان أحلو فيلمع في عيون شجاي كحلو. بكل مرارة الأحزان أحلو فيلمع في عيون شجاي كحلو. أراها خيط أقدار ولغزا لعين قارئ الفنجان يتلو. أسير إلى متاهات خطاها تمنيني فيركض في طفل. وإن كان الخيال سراب ضام فإن من الحقيقة ما يضل. ولست أرى
على شفتي لحنا سوى حب يقاد فلا يقل يمر على سني العمر طيفا كأن مزاجه خمر وطل سماويا وفي كفيه يخفي بقايا أدمع نزلت ليعلو بعيني شاعر أرعى سماء لها في جذب هذا العمر هطل تعيد إلى الحياة صفاء ود لجمع سبطهم في الحب كهل وتنسج من خيوط الغيب خيطا جديدا فيه أفياء وظل هو الممتد من قلبي لقلبي إليك ففيك كل العمر يحلو. جميل. وهو يمسح بيديه الحانيتين على بواكير سنينه الأولى سيقول كلمته الجميلة العاشق فارس حرام. كيف السلام عليكم سادة الكرام. كنت أتمنى أن أقرأ شيء لكن حقيقة لم أكن مستعدا، لكن كانت لدي أودت أن أتحدث بكلمة قصيرة عن يعني عن أمسية هذا اليوم وبعض الأحداث الثقافية التي ستحصل في الأسبوع القادم. أودت أن أنوه بهذه الأحداث. أولا ننوه لانتخابات يوم غد ولنادي الشعر، ونتمنى أن يعني تكون مشاركاتكم فيها وإسهاماتكم واضحة وتستدعي دائما نجاح هذه الانتخابات، وكلنا ثقة بأنكم ستنجحونها يوم غد الساعة 4 مساء. يوم السبت الماضي اللجنة المشرفة على الانتخابات أجلت الانتخابات لعدم اكتمال النصاب، وهذا يعني أن انتخابات يوم غد بالعدد الذي سيحضر ستجري، ويعني هذا يجعل تحدي يعني هنالك تحدي كبير أمام هذه الانتخابات. القضية الثانية أمسية الجمعة القادمة هي أمسية مهمة جدا، أمسية البابطين. سيحتفل الاتحاد الأدباء بمؤسسة البابطين ودورها الثقافي الرائد، مؤسسة شيدت عشرات الحواضر الثقافية في أكثر من بلد في العالم، لديها أكثر من مسابقة بمئات الآلاف من الدولارات كلها تضخ لدعم الثقافة وتنشيط الواقع الثقافي وتنشيط اللغة العربية وإتقان اللغة العربية الفصيحة في البلدان التي لا تتقن هذه اللغة، وفيها الكثير من المشاريع التي عززت من الأدب العربي في السنوات 30 الماضية. اتحاد الأدباء دعا رئيس هذه المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، وهو مؤسسها أيضا، وهو شخصية كويتية معروفة. لعل واحدة من المعلومات التي ربما لا يعرفها بعضكم عنه أن العائلة الأميرية الأسرة الأميرية في الكويت عندما عادت إلى الكويت بعد خروج الجيش العراقي عام 1999 أقامت في منزل هذا الرجل 6 أشهر وأديرت الكويت من خلال منزل هذا الرجل، فهذا يعكس أهمية هذا الرجل في دولة الكويت، وسيكون أعلى شخصية ثقافية كويتية تزور العراق منذ 30 عاما، ومن ثم هذه أهمية الزيارة إلى اتحاد الأدباء في النجف. الكثير من المؤسسات في المدينة تقاسمت برنامج البابطين لمدة 3 أيام، منها الجامعة ومنها معهد العلمين لسيد محمد بحر العلوم، ومنها زيارات للمرجعية واستقبال رسمي في العتبة العلوية، ولذلك نحن نتمنى منكم التواصل معنا لإنجاح هذه الاحتفالية. لماذا أقام الاتحاد للبابطين هذه الاحتفالية؟ البابطين طبعوا 3 كتب للنجف تهتم بالأدب النجفي،
بعضكم يعني ربما حصل على نسخ من هذه الكتب الثلاثة، وهي مؤلفة عن نجف بمناسبة إعلان نجف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012. ومن ثم حاولنا أن تقدم المحافظة قبل سنة وقبل سنتين، تقدم المحافظة نوعا من المحافظة، أقصد محافظة النجف بشكل عام ولا أقصد الإدارة البدنية، أن تقدم هذه المدينة وفاء شيئا من الوفاء للمؤسسة، ووجدنا أن هذا أفضل شيء أنه ندعوهم ونقيم ندوة وجلسة شعرية أيضا. سيقرأ شعراء النجف في هذه الجلسة مع الأخ عبد العزيز الباطني.